السلام عليكم. لما بتقابل حد لأول مرة بتسأله أنت منين؟ بيقولك أنا من البلد الفلاني. بتقوله أحسن ناس. مين دول أحسن ناس؟ مين هم أحسن ناس؟ بيعملوا إيه علشان نعمله ونبقى زيهم؟ في المقطع ده هكلم حضرتك عن ناس من أحسن الناس، من خير الناس، من صفوة الناس. قال سيدنا الإمام علي: خيركم من كف فكه وفك كفه. خيركم من كف فكه. كف فكه يعني أمسك لسانه، لا يتكلم بباطل، لا يتكلم بمنكر، لا يتكلم بزور، لا يتكلم بقبيح، لا يتكلم بغيبة، لا يتكلم بنميمة، لا يتكلم بوقيعة، لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل في علاه. خيركم من كف فكه وفك كفه. بسط يده، أطلق العنان ليده، ينفق في سبيل الله ليلا ونهارا، سرا وعلانية، في الغنى والفقر، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. اللهم من ساهم في نشر هذا المقطع يسر أمره وفرج كربه وأمطر السماء عليه فرجا. شير الفيديو لعله يكون صدقة يجري ثوابها عليك وعلى والديك وأولادك وأحبابك إلى يوم القيامة. إني أحبكم في الله.